احنا جايين لك على السمعة الطيبة. الله يخليك. تمام تسلم. عايز اعرف الاول هنا المنطقة عاملة ايه والسكان هنا في القرية عاملين ايه؟ والله يعني اوضاعهم الحالة صعبة من بعد كورونا، والدنيا بايظة مع الناس بصراحة يعني بطريقة كبيرة. فبيجي لي ناس وبتاع على قد ما بقدر يعني، الحمد لله يعني بساعد. والسكان هنا يعني الغالب منهم بتبقى اوضاعه عاملة ازاي؟ اوضاعهم تحت الصفر. يعني بيبقى فيه مثلا ديون كتير او بياخدوا حاجات بالاجل كتير عندك؟ اه بياخدوا كتير. اه يعني انا شغال كده بقالي فتره كبيره، وفي ناس بتاخد وفي ناس ما بتدفعش وما بتكلمش عادي. طيب اذا في مديونيات مثلا ممكن نبص مثلا على دفتر مديونيات عندك نشوف فيه ايه وكام وبقالهم قد ايه؟ يعني في ناس مثلا القدام مثلا بقالهم قد ايه؟ يعني بقالهم سنتين. طب انت ليه بتعمل كده؟ والله يعني ده يعني باب مفتوح ما بينه وما بين ربنا، فما اقدرش يعني ان انا يعني حد يبقى محتاج واقول له لا، يعني ده اكل ده. طب يعني تقريبا في كام اسره عندك؟ حوالي 20 اسره. بقالهم قد ايه؟ بقالهم كتير؟ بقالهم حوالي سنتين. سنتين ما دفعوش؟ اه بقالهم سنتين ما دفعوش. والاجمالي المديونيه دي تقريبا كام؟ حسبتهم مثلا اهو؟ اه يعني حوالي 10. 10,000 جنيه. 10,000. اعتبر ان مؤسسه حياه كريمه دفعت كل المبالغ اللي موجوده على الاسر دي. تمام. واذا امكن اذا معاك ارقام حد منهم بس عايزين نكلم حد. تمام في ارقام مفرحه. معاك ايمن مصطفى من مبادره حياه كريمه. كان في مديونيه متاخره عليكم تقريبا في المكان، فانا حبيت ابلغك بس ان مؤسسه حياه كريمه دفعت المديونيه اللي موجوده عليكم هنا. انتوا ما لكمش حاجه في المكان دلوقتي. ايه ده؟ معقول؟ والله اه والله شكرا لحضرتك جدا يا ايمن. شكرا جدا والله. ربنا يخليك. ربنا يعزك يا رب. الف الف شكر. معاكي ايمن مصطفى من مبادره حياه كريمه. كنا عارفين ان كان في مديونيه متاخره عليكم هنا، بس حبيت ابلغ حضرتك ان احنا المؤسسه دفعت المديونيه اللي عليكي. ما فيش عليكي حاجه. ربنا يخليكم يا رب. يخليكم كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. عليكم كل سنة حضرتك طيب. عليكم بخير يا رب كلكم. أجمعين يا رب أجمعين. هسيب برضو لحضرتك هنا مبلغ باسمك غير المديونين اللي اتدفعت، تيجي تسحبي منه أي حاجة أنت عايزاها من المكان، بيتك ناقص فيه أي حاجة، هسيب هنا عند الراجل الطيب ده مبلغ باسمك، تيجي تاخدي اللي أنت عايزاه. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. عينينا عينينا. محتاجتي أي حاجة مؤسسة حياة كريمة معاكي، ما تشيليش هم حاجة. معاك ايمن مصطفى من مبادره حياه كريمه. تحت امرك حبيبي. ربنا يخليك. كنا عرفنا ان كان في مديونيه هنا باسم حضرتك و ما اتدفعتش بقالها فتره. بقالها سنه وشويه. وكان في من ضمنها تقريبا ايجار وكهرباء. اه وكهرباء وميه. حضرتك مش شغال؟ لا تعبان. لا طيب انا حابب ابلغ حضرتك ان مبادره حياه كريمه دفعت كل الديون اللي كانت موجوده عليك هنا في المكان. معرفش اي حاجه منك. الله يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك. كده معلش كده معلش حاجه؟ لا لا معلكش اي حاجه. انا معايا ناجي هو في جنبي، احنا هنسد له كل حاجه، الايجار والكهرباء والميه والحاجات اللي هو كان دافعها دي احنا هندفعها كلها باذن الله. حابب ابلغك برضو ان احنا هنسيب لك برضو مبلغ تاني جنب الحاجات اللي اتدفعت. خلاص هنسيب لك مبلغ. تعال خد اللي انت عايزه من المكان، لو بيتك نقص منه اي حاجه تعال خد اللي انت عايزه، هنا في مبلغ باسمك. الله يخليك يا حبيبي. الله يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. شكرين. طيب احنا مش عارفين نقول لك ايه يعني. كتر خيرك انك انت واقف مع الناس الطيبه دي. يعني مش بس حتى بضاعه، انت في ايجار وفي كهرباء، فربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا رب. ورزقك من واسع يا رب. يا رب. ويعين الناس يا رب. فده المبلغ بتاع الاسر كلها. تمام. فهسيبك بقى انت تشيل وتبلغهم. تمام. الباقي كله. تمام. واسمح لنا برضو ان احنا نكرمك كده بحاجه بسيطه من المبادره. تسلم. ميداليه ابطال حياه كريمه. شكرا. فنلبسها لك كده ايه وده